الموضوع اللي يهمني الناس ذو الاحتياجات الخاصة. كان عندي صديق كانت عنده مشكلة بيده، هو عنده يد أكبر من يده، ولا يلبس في ديجيلات طويل باش ما يبانوش يديه. كلام الناس موش باهي، يوجع. كانوا يغزروا له نقص، كانوا يغزروا له ما موش إنسان عادي، كلام ما تسمعش. انتحر. هذه أكثر نكتة في حياتي تعبتني وأنا صغير حتى اللي كبرت. كلمة للناس اللي تسمي العبادة ذوكم معاقين، فكرك هو المعاق. الإنسان ذو احتياجات الخاصة لازم العالم الكل يعرف اللي هو إنسان عادي. ثم ألعاب الأولمبية للناس ذو الاحتياجات الخاصة قاعدين يجيبوا في ميداليات ويعملوا في دير وكور أحسن من الناس بدنهم كامل. وين اللي عاقة لهم؟ لازم يكون زيادة مسموح لهم هما كل المستلزمات باش ما يحسوش رواحهم اللي هما معناها داخلين، يحسوا رواحهم اللي هما مرحبين بيهم واللي هما ناس معانا واللي هما يعيشوا معانا باش يقعدوا معانا. إن شاء الله العالم الكل يعرف، خاطر هما يستحقوا العالم يكون معاهم، العالم كله يكون معاهم.